السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنحاول نلبي والرد على كل التساؤلات بتاع حضراتكم. كتير من حضراتكم طالب ان احنا نتكلم على بعض الأوعية الادخارية الموجودة في بنك مصر. انا انتهزت الفرصة دي وعملت ورقة كده. الورقة دي هتوضح لنا كل الأوعية الادخارية اللي موجودة في بنك مصر، سواء كانت شهادات او حسابات توفير او ودايع او حساب جاري او صناديق استثمار وغيره من الأوعية الادخارية اللي موجودة في بنك مصر. والأوعية الادخارية دي سواء كانت بالجنيه المصري او بالدولار او باليورو او بالجنيه الاسترليني او بالدولار الاسترالي او بالريال السعودي، كل ما يتعلق بالأوعية الادخارية اللي موجودة في بنك مصر هتلاقوها معانا في الورقة اللي هنشرحها على حضراتكم. معاكم دكتور محمد العجمي ودي قناة صباح البنوك. ايه هي الاوعية الادخارية المتوفرة في بنك مصر؟ بنك مصر بيقدم مجموعة متنوعة من الاوعية الادخارية زي الحسابات سواء كانت جارية او توفير بالجنيه المصري او بعملات اجنبية، زي الشهادات، وعنده ايضا انواع متعددة من الشهادات، عنده القمة والثلاثية ثابتة متغيرة، وعنده الخماسية والسباعية وامان المصريين، ايضا في شهادات بالعملات الاجنبية، عنده الثابتة والمتغيرة والاختيار، وعنده بلادي بأربع عملات أجنبية، وأيضا عنده الودايع بالعملات المحلية بتبدأ من أسبوع لحد 7 سنين، وعنده ودايع بأربع عملات مختلفة منها الريال السعودي، وعنده 8 صناديق استثمار متنوعة. البوابة عشان خاطر تبدأ تخش تستثمر في أي بنك هو أنك تفتح حساب سواء كان حساب جاري أو حساب توفير. الفرق بينهم أن الحساب الجاري ما بتاخدش عليه عائد، لكن التوفير بتاخد عليه عائد. الحساب الجاري بتاخد عليه دفتر شيكات، لكن الحساب التوفير ما بتاخدش عليه دفتر شيكات. بعد كده كلا الحسابين بتقدر تتعامل معهم بمنتهى البساطة، بتاخد بطاقة خصم وتقدر تتعامل على الحساب. ليه بفتح حساب؟ عشان خاطر لو استثمرت في أي عائد ادخاري في البنك العائد بينزل في حسابي ده سواء كان حساب جاري أو حساب توفير. البنك بيتيح الحساب الجاري، والحساب الجاري ده قلنا المفتاح اللي انت بتخش به البنك تستفيد منه في دفتر شيكات، بتستفيد منه انك انت تقدر تحول شيكات عليه، تعمل تحويلات على الحساب، انك انت تاخد بطاقه خصم، وتقدر انك انت تتعامل بمنتهى البساطه في عمليات السحب والايداع او انك انت تعمل مشتريات. افتح الحساب ازاي؟ بصوره البطاقه او صوره جواز السفر. بالنسبه لغير المصريين بيتطلب ان يكون ليك اقامه، السن بيكون فوق 21 سنه. البنك بيتيح حساب اسمه جاري ذو عائد يومي. لو الحساب بتاعك فيه 50,000 جنيه بيبدا يديك عائد، العائد بيبدا من 2% وممكن يوصل ل4% على حسب المبلغ اللي موجود في الحساب. وفي حساب جاري لاصحاب المعاشات، وبيتيح لاصحاب المعاشات عائد شهري، ده مميز لاصحاب المعاشات لان العائد بيكون 3% سنويا. البنك بيتيح حسابات التوفير، في حسابين منهم بالجنيه المصري وثلاث حسابات بعملات اخرى. حساب التوفير العادي بيبدا الحد الادنى 1500 جنيه، وعشان يحسب لك العائد لازم يكون فيه على الاقل 1500 جنيه ويبدا يحسب لك العائد. العائد بيتوقف على حسب المبلغ اللي موجود في الحساب، بيبدأ من 3% وبيوصل لغاية 5.25%، وده متاح للمصريين وغير المصريين، ومصاريفه في المتوسط 60 جنيه كل 3 شهور. البنك بيتيح حساب آخر توفير بس ده للشباب، الحد الأدنى للحساب 500 جنيه، الحد الأدنى عشان يحسب لك فلوس 500 جنيه، والعائد لحد 5.25%. لو الحساب تجاوز عن 20,000 جنيه، وده على المبلغ اللي هو من 500 لحد 20,000 جنيه. طب لو تجاوز الحساب 20,000 جنيه بتعمل ايه؟ بيبدأ يحاسبك على سعر العائد اللي على حساب التوفير العادي اللي زي ما قلنا بيبدأ من 3%، وده للشباب يعني اللي عنده سنه 18 سنة يقدر يفتح الحساب ده. البنك بيتيح حساب آخر بالدولار، الحساب اللي بالدولار ده بيبدأ من 200 دولار، والحد الأدنى عشان يحسب لك العائد 200 دولار، والعائد بيبدأ من 10 في الألف ل45 في الألف على حسب المبلغ اللي موجود في الحساب، وده متاح للمصريين وغير المصريين. وفي حساب باليورو وبالجنيه الاسترليني، ده بيبدأ من 100 وحدة، يعني 100 وحدة يعني 100 يورو أو 100 جنيه استرليني،
العائد ما بين 25% ل 35% على حسب المبلغ اللي موجود في الحساب متاح للمصريين وغير المصريين. البنك بيتيح 5 أنواع من الشهادات. البنك بيتيح شهادة القمة، شهادة القمة بتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، المدة 3 سنين للشهادة دي بتجدد تلقائي، العائد عليها 11% سنويا، ودورية صرف العائد شهري، يعني كل شهر بينزل العائد في حسابك. في الشهادة الثلاثية المتغيرة. يعني متغيرة؟ يعني بتتغير كل فترة، تقريبا كل 6 أسابيع ممكن الشهادة تتغير على حسب اتجاه أسعار الفايدة وعلى حسب قرار البنك المركزي. بتبدأ من 1000 جنيه وزي ما انت عايز من شهادات بتشتري، العائد 8.25% مدتها 3 سنين وهي بتجدد تلقائي، ودورية صرف العائد كل 3 شهور والعائد عليها 8.5%. البنك بيتيح شهادة خماسية، العائد بتاعها بيكون شهري، بتبدأ قيمة الشهادة من 1200 جنيه والمضاعفات، دي مدتها 5 سنين، العائد عليها 9% ودورية صرف العائد شهري، تجديد تلقائي. أيضا البنك بيقدم شهادة خماسية لكن العائد بتاعها كل سنة، الشهادة 5 سنين وتجدد تلقائي والعائد 9.5%، تبدأ من 1000 جنيه والمضاعفات. البنك بيقدم لك شهادة أخرى، الشهادة دي لمدة 7 سنين، دورية العائد بتنزل لك كل شهر ودي تجدد تلقائي. كل الشهادات اللي احنا ذكرناها دي شهادات ثابتة، ما عدا عن شهادة واحدة بس هي متغيرة اللي هي الثلاثية المتغيرة. آخر شهادة معانا ودي أمان المصريين، ودي معمولة كنوع من التأمين على بعض الفئات، متاحة للجميع، بتبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه، يعني مش أكتر من كده، العائد بتاعها 13% وتجدد مرتين فقط، والعائد بيتم صرفه نهاية الفترة. احنا عاملين حلقة كاملة عنها، تقدروا تعرفوا ايه هي الشهادة وطبيعتها وأقساط التأمين إلا على الشهادة. البنك ايضا بيتيح شهادات بالدولار، وتقريبا عندنا 5 أنواع من الشهادات، 4 منهم ثابتين و1 متغيرة. شهادة ثابتة لمدة 3 سنين بتبدأ من 100 دولار والمضاعفات، العائد عليها 2.15%، والشهادة دي بتجدد تلقائي ودورية العائد او دورية صرف العائد كل 3 شهور ومدتها 3 سنين. الشهادة الدولارية الثابتة مدتها 5 سنين بتبدأ من 100 دولار والمضاعفات، العائد عليها 2.20% وتجدد تلقائي، ودورية العائد بيتم صرفها كل 3 شهور. عندنا الشهادة المتغيرة ودي مدتها 3 سنين بتبدأ من 500 دولار والمضاعفات، العائد عليها 1.5%، ودي متغيرة يعني بتتغير على حسب أسعار الفايدة، مدتها 3 سنين والعائد بتاعها بينزل في حسابك كل 6 شهور بيتم تجديدها تلقائي. البنك أيضا بيتيح شهادة الاختيار ودي تراكمية، مدتها 3 سنين، يعني نهاية ال3 سنين بتاخد أصل المبلغ زائد العائد اللي عليه، والعائد بيكون 2.15%، والشهادة الواحدة بتبدأ من 939 دولار. تشتري زي ما انت عايز من شهادات بس دي لا تجدد. شهادة الاختيار مدتها 5 سنين بتبدأ من 897 دولار والمضاعفات، يعني قيمة الشهادة الواحدة 897 دولار، وتشتري زي ما انت عايز من شهادات، دي تراكمية، يعني في نهاية الفترة بتاخد أصل المبلغ زائد العائد على الشهادة، لا تجدد والعائد بيكون 2.20%. أيضا البنك بيقدم شهادة بلادي ودي متاحة للمصريين فقط، سنة و3 سنين و5 سنين للمصريين العاملين بالخارج، والشهادة دي ب4 عملات مختلفة. عندنا الشهادة البلادي اللي هي سنة بتبدأ من 100 وحدة والمضاعفات بتاعتها الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والدولار، المدة سنة والعائد ثابت ودورية العائد نصف سنوي، لو بالدولار العائد عليه 2.1%، لو باليورو العائد 0.5%، لو بالجنيه الاسترليني العائد 0.5%، ولو بالدولار العائد 1.5%. في شهادة بلادي 3 سنوات بتبدأ أيضا من 100 وحدة والمضاعفات، يعني 100 يورو أو دولار أو جنيه، المدة 3 سنين، العائد على الدولار 2.15%، العائد على اليورو 1.25%، وعلى الجنيه الاسترليني 1.25%، وعلى الدولار 1.5%.
35%، ودورية العائد أيضا كل 6 شهور. وأيضا البنك بيقدم شهادة بلادي 5 سنوات بتبدأ من 100 وحدة، والمضاعفات المدة 5 سنين. العائد على الدولار 2.2%، وعلى اليورو 85 في الألف، وعلى الجنيه الاسترليني 85 في الألف، ودورية صرف العائد كل 6 شهور. أيضا البنك بيقدم شهادات باليورو والاسترليني. الشهادة اللي هي باليورو 3 سنوات وثابتة، بتبدأ الشهادة من 100 يورو والمضاعفات، والمدة 3 سنين، والعائد بيتم صرفه كل 3 شهور. أما نسبة العائد فهي 1.25%، ودي بتجدد تلقائي والعائد ثابت. وبيقدم أيضا شهادة اليورو 5 سنوات ثابتة، 100 يورو والمضاعفات، المدة 5 سنين، دورية صرف العائد كل 3 شهور، والعائد 85 في الألف، وتجدد وثابتة طوال فترة ال5 سنوات. أيضا بيقدم شهادة باليورو ولكنها متغيرة، يعني بتتغير من فترة لأخرى، بتبدأ من 500 يورو والمضاعفات، المدة 3 سنين، ودورية العائد كل 6 شهور، ومتغيرة تجدد تلقائي. في أيضا الشهادة اللي بجنيه الاسترليني، ودي متغيرة، تبدأ من 300 جنيه استرليني والمضاعفات، والمدة 3 سنين، ودورية العائد كل 6 شهور، والعائد 48 في الألف، ومتغيرة، ودي تجدد تلقائي. بخصوص الودائع الموجودة في البنك، في ودائع بالجنيه المصري، العائد على حسب المبلغ اللي موجود والمدة. الودائع بتبدأ من 7 أيام حتى 7 سنوات، والعائد بيبدأ من 2.8% لحد 6%. لو الودائع زادت عن 10 مليون، فبيكون في عائد أفضل، وده بيتم مع الإدارة. أيضا البنك بيتيح الودائع بالعملات العربية والأجنبية، يعني ودائع بالدولار وبالجنيه الاسترليني، ودائع باليورو، ودائع بالريال السعودي. وإحنا هنسيب لحضراتكم الصفحة، ممكن حضرتك توقف الفيديو فترة كده وتشوف الوديعة اللي انت عايزها والعائد عليها، يعني العائد في أسبوعي وفي شهري وفي شهرين، ونسبة العائد موجودة والمبلغ موجود. فتقدر حضرتك، المبلغ بيبدأ من كذا لكذا، تقدر توقف الفيديو براحتك وتشوف الودائع المختلفة اللي خاصة بالعملات العربية والأجنبية. آخر حاجة معانا وهي صناديق الاستثمار، والبنك بيقدم 8 صناديق استثمار. عندنا الأول، ودي دخل دوري ربع سنة، والوثيقة تقترب من 194 جنيه. عندنا الأول وده الإصدار الثاني، وده نمو رأس مالي، الوثيقة بتقترب 90 جنيه. وعندنا الثالث اللي هو ذو العقد التراكمي والتوزيع الدوري، الوثيقة 679 جنيه. وعندنا الرابع حصن وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وسعر الوثيقة 92.5%. وعندنا صندوق اسم العمر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال، وده بيقترب سعر الوثيقة من 507 جنيه. والنقد ذو العائد الدوري، وده بيقترب من 49 جنيه. وفي صندوق بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي، وده بيقترب من 12 دولار. وآخر حاجة اللي هو باليورو العائد اليومي التراكمي، وده بيقترب من 11 يورو. في النهاية، دي كل الأوعية الادخارية المتاحة في بنك مصر، سواء كانت حسابات أو توفير أو شهادات أو صناديق أو ودائع، سواء كان بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية. لو الطريقة دي عجب حضراتكم، إن احنا نكمل مع باقي البنوك ونشرح لكم كل الأوعية الادخارية المتاحة في البنوك. نشكركم، ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة، بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك.